أهلا بكم. البداية مع العناوين. بعد لقاء الأمس، هل يزور مقاتب عبدة خلال ساعات؟ دريان، التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مرفوض ومستهجن. وزير الصحة يتحدث عن انفراجات في الدواء. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. بداية النشرة من الملف الحكومي وجديده مع الزميلة ريتا ناصور. أنجلينا ريتا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا غريس. ريتا، ماذا لديك في البورصة الحكومية اليوم؟ نعم، خلينا نبلش غريس ونقول أنه رغم كل الأخبار التي سادت في الساعات الماضية، حتى الآن لا موعد محدد بعد لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لزيارة قصر بعبدة بعد ظهر هذا اليوم، وبالتالي موضوع زيارته إلى القصر حتى الآن تبقى غير محسومة بشكل كامل، بانتظار انتهاء المشاورات واستكمال المشاورات حول الأسماء اللي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي في الساعات الماضية. مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدة توقفت عند موضوع بيان نادي رؤساء الحكومات السابقين اللي صدر بالأمس واللي شن هجوم مباشر ولاذع على رئيس الجمهورية. تقول أنه هذا البيان صدر في توقيت مريب على حد وصف المصادر، ولكن رغم ذلك تترفع المصادر بالخوض في سجال حول هذا البيان، وتعتبر أن مسار تشكيل الحكومة وملف تشكيل الحكومة يجب أن يستمر، وذلك إصغاء لمعاناة الناس ولوضع حد لمعاناة الناس، وبالتالي هي تفصل كليا بين هذين الملفين. وإن كان أكثر من مراقب يعني توقف بشكل كبير أمام صدور هكذا بيان، فمن يريد فعلا تسهيل تشكيل الحكومة لا يصدر بيان هجومي بهذا الشكل على قصر بعبدة. هذا من جهة. من جهة تانية أيضا تحافظ مصادر الرئيس نجيب ميقاتي على إيجابيتها في مقاربة هذا الملف، وهي بتقول أنه لا تستبعد تطور الأمور بشكل إيجابي، وأن هناك إمكانية للوصول إلى ولادة حكومية سريعة. في مقابل هذه الأجواء غريس، هذه أجواء عمومية إيجابية، هناك بعض مصادر سياسية مطلعة على ملف تشكيل الحكومة تقول أنه الإيجابية هي بعد باستمرار التواصل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، الإيجابية هي بمرونة الطرفين وبرغبتهم بتشكيل حكومة، ولكن على أرض الواقع لا تزال هناك عدة عقد لم تحل بعد. مثلا اسم وزير الداخلية بعد اعتذار اللواء بصبوص عن تولي هذه الحقيبة لم يحسم بعد. الرئيس نجيب ميقاتي بحسب معلومات الـOTV قدم اسم بالساعات الماضية، ولكن لا توافق حوله، خصوصا أنه هذا الاسم بحسب ما يتم التداول فيه هو ينتمي بشكل فاقع، عنده ميل سياسي وتوجه سياسي معروف هذا الاسم. أيضا بالنسبة لوزارة العدل، الرئيس نجيب ميقاتي طرح اسم لهذه الوزارة، علما أنه هذه الوزارة من حصة الرئيس عون، والاسم اللي طرحه واللي قال عنه ميقاتي أنه هو قابل للنقاش منه من ضمن الأسماء اللي كان زكاها الرئيس رئيس عون. أيضا بالنسبة للطاقة، بالنسبة للشؤون الاجتماعية، وبالنسبة للخارجية، الأسماء غير محسومة بشكل كامل، وأيضا قد يعاد النظر بموضوع توزيع هذه الحقائب، وبالتالي هناك إشكاليات وهناك بعض العقبات لم يتم تخطيها حتى الآن. إزاء كل هذا الجو، نقلت مصادر سياسية للـOTV أنه بالساعات الماضية الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الرئيس عون أنه هو من هلأ لنهاية الأسبوع أو حتى أيام قليلة مقبلة يتجه للاعتذار في حال عدم التوافق حول هذا الأمر. تنفي مصادر الرئيس ميقاتي هذا الموضوع وتؤكد أنه طبعا بالنهاية إذا ما في توافق الاعتذار هو نتيجة طبيعية، ولكن تشدد على القول أنه إمكانية تدليل كل العقد لا تزال قائمة، ومن الممكن أنه يصير هالشي، وبالتالي خيار الاعتذار حتى الآن ليس مطروحا كما يروج. خلينا ننطر غريس الساعات المقبلة إذا فعلا رح تصير زيارة، كيف رح يتم
النقاش حول هذه الأسماء، وساعتئذ المسار يتوضح بالنسبة لتشكيل هذه الحكومة. غريس، شكرا لك الزميلة ريتا نصور أنجليني على كل هذه المعلومات. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون حرصه على الحفاظ على حقوق كل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية، لافتا إلى أن هذه المسألة تتم مراعاتها في خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكونات اللبنانية فيها كاملة تراعي التوازن والميثاقية، خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تتطلب تحصينا للوحدة الوطنية. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من المجلس الأرثوذكسي اللبناني برئاسة السيد روبير الأبيض، الذي تحدث خلال اللقاء عن الدور الوطني الذي يقوم به أبناء الطائفة الأرثوذكسية في لبنان مع إخوتهم اللبنانيين من الطوائف كافة، متمنيا أن يكون التمثيل الأرثوذكسي في الحكومة العتيدة تمثيلا صحيحا من المستقلين من أبناء الطائفة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص. وأكد الرئيس عون للوفد أنه يتابع شخصيا مسار التعويضات على المتضررين، لا سيما بعد صرف 150 مليار ليرة من الاعتمادات الموضوعة بتصرف رئيس الجمهورية في الحالات الطارئة وفقا لنص الدستور، وأن العمل قائم لدفع 50 مليار ليرة إضافية تحقيقا لهذه الغاية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة فإن عملية النهوض الاقتصادي ستشهد انطلاقة تساعد في التخفيف من معاناة اللبنانيين، واعدا بالاستمرار في مكافحة الفساد والتهريب والبدء بالتدقيق المالي الجنائي بعد التأخير المتعمد الذي حال دون البدء به منذ أن اتخذ مجلس الوزراء القرار في شأنه في شهر أذار من العام 2020. قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال افتتاح مسجد البساتين في بيروت إن موقع رئاسة الحكومة لا يقل أبدا أهمية وقدرا عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان، فاحترامه واجب ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مصانا حفاظا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث. ولفت إلى أن التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مرفوض ومستهجن وغريب عن أصول التخاطب مع رئاسة الحكومة، والإصرار على هذا النهج يسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات ولتأخذ العدالة مجراها على الجميع. وتوجه دريان إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قائلا نصيحة صادقة قلبية إلى فخامة رئيس البلاد، حاول أن تنقذ ما تبقى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى قعر جهنم كما بشرتنا. إن موقع رئاسة الحكومة لا يقل أبدا أهمية وقدرا عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان، فاحترامه واجب ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مصانا حفاظا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث، والتصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمر مرفوض ومستهجن وغريب عن أصول التعامل والتخاطب مع رئاسة الحكومة، وإن الإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائية التي لا نتدخل في عملها يسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي بهذا الخصوص، ولتأخذ العدالة مجراها.
أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتابا إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك تعقيبا على ورقة الإحضار الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب. وجاء في الكتاب جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة الموضوع ورقة إحضار السيد رئيس الحكومة، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولما كان قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسن دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار أمامه بتاريخ 26/8/2021، ولما كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفقا للمواد 70/71/80 من الدستور. هذا الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيدا للسير بالإجراءات اللازمة. وفقا لما سبق نعلمكم لاتخاذ الإجراء المقتضى. وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمناسبة عيد الأمن العام 76 نشرة توجيهية لعسكري الأمن العام تناول فيها الأوضاع العامة في البلاد، منبها من حالات التخاذل، وأكد العمل من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة وتخفيف تداعياتها المادية والمعنوية على المديرية وعسكريها. وأكد إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام تعلم وعلى معرفة تامة بكل ما يعانيه العسكريون، مؤكدا أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات، وستعمل على تأمين المساعدات الاجتماعية وما أمكن من فروقات فاتورة الاستشفاء عن أنفس العسكريين وعائلاتهم أو من هم على عاتقهم. وتابع اللواء إبراهيم بالقول: التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول، واجبكم الصمود والوقوف سدا منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات. وعلى قساوة الظروف وصعوبات العيش، فإن المديرية العامة للأمن العام لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات الممكنة لكم حتى في مجال الخدمة والتنقلات، ولكن في مقابل ما تقوم به وستقوم به المديرية من تقديمات ومساعدات، فهي لن تتوانى عن اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية بحق أي مخالف، كما لن تسمح بأي تلكؤ في تقديم الخدمة أو القيام بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للأمن العام. وقال: لقد أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم. وتوضيحا لما ورد على إحدى القنوات التلفزيونية من تعليقات على البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام والمتضمن تنظيم طلب الحصول على جواز سفر بطريقة فورية لدى دائرة العلاقات العامة، أشارت المديرية إلى أنه تسهيلا منها للذين يريدون السفر بصورة طارئة أو عاجلة، قامت بوضع إجراءات تنظيمية من أجل تسريع معاملاتهم للحصول على جوازات السفر المطلوبة عبر هذه الدائرة. أما بقية المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر بصورة عادية، فيمكنهم التقدم كالمعتاد بطلبات الحصول أو إبدال هذه الجوازات لدى مراكز الأمن العام الإقليمية في مناطق سكنهم. أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بعد متابعة حثيثة بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، انفرجت الأمور مركزيا. وتبلغ حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة. وطالبت وزارة الصحة من الشركات المستوردة في بيان البدء بصرف الدواء المحجوب والشحن المقطوع بدءا من اليوم، مشيرة إلى أن مستودعات الوكلاء المستوردين بالإضافة إلى مستودعات الأدوية العامة ستكون تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة. فاصل، نواصل بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. على خط التدقيق الجنائي، رئيس حزب القوات اللبنانية يسأل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال أين أصبح، والجواب في هذا التقرير لنانسي صعب. غادر ملف التدقيق الجنائي محطة المراوحة، ويبدو أنه سلك الطريق السريع لتنفيذه على رغم كل العرقلة والمماطلة التي أخرت تنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن سنة ونصف السنة. فمعلومات الأو تي في تؤكد أن شركة ألفاريز أند مارسل وقعت العقد النهائي الجديد يوم الاثنين الماضي في 23 آب بعد تسلمها مبلغ 150 ألف دولار سددته الدولة اللبنانية بندا جزائيا في العقد الأول لعدم تعاون السلطات المعنية مع الشركة، أي مصرف لبنان، الذي تمنع عن إعطائها المعلومات الضرورية التي تحتاجها لإتمام مهمتها، وذلك قبل قرار مجلس النواب وقانون تعليق السرية المصرفية لعام واحد تنتهي مفاعيله في كانون الأول المقبل، ما دفع الشركة إلى الانسحاب إذن في تشرين الثاني الماضي.
وقعت ألفاريز الاثنين إذن، وتسلم وزير المال النسخة الأصلية موقعة الأربعاء. ووفق معلومات الأو تي في، فإن وزني أحال مرسوم نقل اعتماد بدل أتعاب الشركة إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتوقيع الموافقة الاستثنائية. هنا لا مشكلة بتوقيع أي من الرئيس عون أو دياب فور تسلمهما المرسوم، فالرئيس عون هو عراب التدقيق الجنائي، ودياب هو رئيس الحكومة التي اتخذت القرار بإجراء التدقيق الجنائي. وبعد الموافقة الاستثنائية سيحيل وزن المرسوم إلى ديوان المحاسبة للموافقة، حيث تعهد الديوان بإعطائه جوابه سريعا وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في. وفي حال الموافقة لا يبقى سوى توقيع وزن للعقد مع ألفاريز أند مارسل المحتمل الأسبوع المقبل، لتباشر الشركة عملها على الفور، خصوصا أن المكاتب التي خصصت لها في وزارة المال باتت جاهزة. لكن ماذا في حال تم تشكيل حكومة قبل توقيع العقد من قبل وزير المال؟ تشير مصادر قانونية عبر الأو تي في إلى أن لوزني أن يوقع العقد قبل تسليم الوزارة لخلفه، خصوصا أن الحكومة الجديدة لا يمكن اعتبارها كاملة الأوصاف إلا بعد نيلها الثقة، وإلا لا يبقى إلا احتمال الانتظار في حال تمنع وزن عن التوقيع بحجة تشكيل الحكومة. أيا كان السيناريو، يبقى أن التدقيق الجنائي راح يبلش على ما يجزم رئيس الجمهورية دائما. القموع تشعل الحرب بين فنيدق وعكار العتيقة، وجولة النزاع القديم المستجد تحصل ضحيتين. التفاصيل مع جورج عبود. القصة مش قصة رمانة، القصة قلوب مليانة، فكيف إذا كان الخلاف على ملكية القموعة المعروفة بجنة عكار والمصنفة سياحية وعم تستقطب الزوار مؤخرا نظرا لجمال طبيعتها؟ هو خلاف عكاري على ملكية المشاع بالقموعة بعود للسبعينيات، فشل القضاء حتى الساعة بإصدار أحكام لحسم الجدل الدائر بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق. وكل ما دق الكوز بالجرة بهالمساحة بتندلع اشتباكات مسلحة بين أولاد المنطقة الوحدة. الشاب المهندس رامي البعريني من بلدة فنيدق وغازي ميطا ابن بلدة عكار العتيقة، ضحايا النزاع المستجد مؤخرا، سقط خلاله أيضا عدد من الجرحى بالإضافة لأسر عدد من المواطنين تم تسليمهم لاحقا للجيش اللبناني. هذا الشاب علي درويش أسير لنا، نحن ما ضربناه بس وقت اللي كان بإيده سلاح ومسلح ومتجعب وعم يعمص علينا طبين، هني طبين طبين، هذا أسير ما حدا يغلط معه، طبين طبين وين؟ طبين بالجبال، أوصوا مهندس، مهندس عم بيكسر بالأموعة بالجلود، الله لا يعود عليكم. ثابت بالموضوع حتى الساعة أنه سبب الخلاف هو على خلفية تقطيع الحطب من وادي الأسود بالأموعة، طور لانتشار مسلح وإطلاق نار متقطع على مدى يومين، استعمل خلاله كافة أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والتقيلة، ترافق مع روايات متناقضة بين رؤساء البلدتين أي فنيدق وعكار العتيقة، وتقاذف بالمسؤوليات حول الجهة يلي أشعلت الاشتباك المسلح. طريق على الأموعة لا قانونا ولا عرفا ولا شرعا إلهم، كانوا كبارنا فاتحين لحق الجوار درءا للفتنة سكرناه اليوم، سكرناه بقرار مبرم ما حدا قالوا دخلي فيه بفنيدي بي خم خي عمي. على الطريقة اللبنانية جهود مكثفة تمت من قبل القيادات السياسية والدينية والشعبية من أجل التهدئة بين الطرفين، حيث تم سحب جميع المسلحين من أبناء فنيدق من الوادي الأسود وتم تسليم المنطقة للجيش لحفظ أمنها وإعادة الهدوء. إشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان ناشد أهالي المنطقتين بالمبادرة فورا لحقن الدماء والاستماع لصوت الحكمة. بالسياق ذاته ناشد التيار الوطني الحر أهل فنيدق وعكار العتيقة التهدئة ووضع لغة العقل حقنا للدماء، كما طالب التيار القوى العسكرية والأمنية بالمسارعة على التدخل وفضل الإشكال الحاصل تداركا للفتنة. فاصل ثاني، نواصل بعدها النشرة. ها
عودة لمتابعة النشرة، أظهرت لقطات آثار التفجير الذي استهدف محيط مطار كابول يوم أمس الخميس مخلفا حصيلة ضخمة من القتلى المدنيين، إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا في أعلى حصيلة تكبدها الجيش الأمريكي منذ 10 سنوات. واستهدف انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي موقعين في محيط مطار حامد كرزاي الدولي بالقرب من بوابة أبي وخارج فندق مجاور، وقتل 13 جنديا أمريكيا على الأقل في التفجيرين في أعنف هجوم ضد قوات الولايات المتحدة منذ عام 2011 في أفغانستان. وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية سقوط 110 قتلى في الهجومين، وقال مسؤول من طالبان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 28 من عناصر حركة طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار كابول إلى 110 قتلى. وفي وقت سابق أعلن قائد القيادة الأمريكية المركزية كينيث ماكنزي أن 12 عسكريا أمريكيا قتلوا وجرح 15 آخرون في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في محيط مطار كابول. إلى ذلك، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي أنه سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في التفجيرين اللذين استهدفا محيط مطار كابول في أفغانستان أمس الخميس. وأضافت جين ساكي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه كدليل على الاحترام ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى كل المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها. وأضافت ساكي أن الأعلام ستكون منكسة حتى غروب الشمس يوم الاثنين المقبل. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.